السلام عليكم أصدقائي، معكم أنا مصطفى قناة رفيق الدرس 39 بمستوى البابير. نكمل في قاعدة الوجوب، حالات الوجوب، استعمالات الوجوب في الفعل بعد نحط ماك، بعد الماك زروندا أو مجبورية دأول أو كال. الحالة الثانية فيل، نحط بعدين ما اسم الفعل بعدين يا حماية الآئلة من بعده مجبور أول أو مجبور كال. هاي البنية yapılması zorunlu olan bir işi anlatmak için kullanılır. تستخدم من أجل شرح عن عمل، عمل مو لازم أن ينعمل، إجباري ينعمل، zorunlu icbari. İle hadnâhin sâbiqan kânû lâzim yin'amlû. Ama hûn icbari lâzim yin'amlû. Örnek, misal. Tüm öğrenciler, kıllı tıllâb okuma, kıra'a, dinleme, istima, yazma, kitabı, konuşma, muhadese, sınavlarına ile imtihanat muhadese والكتاب إلى آخره girmek zorunda. Girmek şu سمعنا فعل gir فعل الدخول بعدين mek حطينا صارت girmek بعدين شو استعملنا أين واحد من هذول الثلاثة استعملنا zorunda كونوا مصدر mek بدنا نحط واحدة من هذول الثلاثة إذا نعبر عن شيء إجباري تمام استعملنا هنا واحدة جيرمك زروندا طيب إذا استعملنا واحدة غيرها مثلا هاي أو هاي بيصير بيصير ödevi salı günü öğleden sonraya kadar bitirmek mecburiyetindeyiz نحن في مجبوريات يعني إجباري أن ننهي حتى بعد من الظهر يوم الثلاثاء ننهي شو؟ ننهي الوظيفة شو استعملنا؟ جبنا الفعل بعدين حطينا لومك بعدين استعملنا مجبوريات طيب الآن سؤال مجبورية ده استعملنا في مجبورية ده بعدين حطينا يا حماية إذ نحن الآن بيصير نحن نستعمل زروندا بيصير إيش نقول طيب هون؟ نقول بيترمك زروندا بعد بدنا نحط فاعل ممثل فاعل نحن زروندايز نحن مجبرين على انهاء اذا نقدر نشيل مجبوريتين دايز ونقول زروندايز بيصير بو هابرلري هي الاخبار هنا اليه انلاتمايا هون انلاتمايا اسم الفعل انلاتما الشرح عندنا هي الحاله ايش هي الحاله بدنا نستعمل اما نقول انلاتمايا مجبورون استعملنا كلمة مجبور أول تمام أو نستعمل قال استعملنا مجبور أنا مجبر إلى شرح الأخبار هذه إليه أنا الجملة اللي بعدها بير مأمور استيفاء إتي موظف ما استيفاء استقالة إتي ساوى استقالة استقال onun işlerini a'maluhu da aydan biz nahnu yapmak istemenna mak ba'da şu cibna zorunda ba'da zorunda şu istemenna kaldık baqayna mujbarin an na'mal nahnu a'maluhu cümle ba'da bu akşam هذا المساء مسائي يعني الدوام مسائية إلى الدوام كالمك زروندا ميز نحن هل مجبرين بالبقاء إلى الدوام هذا المساء طيب الآن كيف بدنا نعبر عن هلا كيف بدنا نحل تمارين من هذا النوع 5. Aşağıdaki cümleleri örnekledik gibi tamamlayalım. Nünütü mülcümel filasfel niteledi fil emsil.
وبنرجع بنذكر انه هون من الحلة حسب هاي القاعدة اللي اخذناها، وهون العمل مو لازم ينعمل، اجباري لا اجباري لازم ينعمل. بير اوفيستا في المكتب بيبتوك كيشي ازنا تكت، خرجوا الى الاذن بيبتوك كيشي اشخاص كتيرين بيبتوك كتيرين. Bu sıralar daha çok çalış, hel fetarat daha çok şekil aktar çalış. Tayyip. الفعل çalış. Hada bu الفعل. Şu bundan cip, fi anna ihtimalen cip mak, yani cip mak. Tayyip cibna mak, çalış mak. Tayyip ba'den çalış mak, cibna kelimet zorunda mesela. Zorunda. Zorunda. Ba'de minna fa'al münasib. Fa'al münasib mesela huwa. Huwa mujbar alal şigil aktar hayl asna. Min huwa. Bisir. İza minna kul ana zorundayım. بيصير. طيب إجباري زورون ده مو شرط. نقدر نستعمل مجبوريتين ده. وبعدين نقول مين بالمجبوريات. مثلا هو إذا ما هو شيء زورون ده هو المجبوريات. نفسها هي مجبوريات. بعدين نقول مجبوريتين ده هو. طيب مجبوريتين دايم أنا في مجبورية يعني أنا مجبر على الشغل إلى آخره. طيب الجملة الثانية باندا أنا أيضا استميرو ما أريد أما لكن أو توبلانطيا إلى ذاك الاجتماع كاتل كاتل فعل الاشتراك كاتل. طيب إذا كنا كاتل مك كاتل مك زوروندا بيصير؟ نعم بيصير. وبعدين مين من الحط فاعل حتى اللي يعمل لما أنا مجبر بالاشتراك عم نحكي بشكل عام مجبر بالاشتراك إلى الاجتماع ذاك الاجتماع. طيب خلينا نحن نحذف زوروندا زوروندا ونقول كاتلمك مجبورية دايم أنا في المجبوريات بيصير. وأيضا خلينا نقول كاتلما بعدين نحط يا حماية والآئلة كاطل مايا بيصير هي كاطل مايا. وإذا بدنا نجيب كلمة مجبور بيصير أيضا مجبور وحطنا الأول ما أنا أنا مجبور إلى الاشتراك إلى ذلك الاجتماع بيصير. الجملة الثالثة üç شكر hastaları مرضى السكر بسلن مالرنا إلى تغذيتهم çok كثير دقات أت جبنا الفعل أت. طيب نقدر نستعمل كل اللي حكينا عنه يعني راح نقول مثلا جيت مك أفن أت أت مك تمام زروندا مين هم لار زروندولار zorunda bizi av mecburiyetinde. Cümle ba'da çocuk çok ağlıyor tıfıl habib kiktir ama lakin iyileşmek için min ecel teşafi bu ilacı hada dava iç fel iç fel şırıp nıgder nukul iç meya mecbur mecbur ila şırıp hada o bisir nukul إجمك مجبورية ده هو في مجبورية إجباري أن يشربه وخلنا نقول زهون ده. الجملة الخامسة هيتش بير شيء ساقلا يا ماسن أنت لا تستطيع أن تخبئ شيء أبدا بوليسا إلى البوليس إلى الشرطة هر شيء كل شيء أنلط anlat fiil şerh. Hacım kul anlatmaya. Anta ila şerh
Nelu mecbursun. Mecbursun. Ente mecbur ila şerh. Ente icbari teşrah. Tayyip. Hayk hasran la abnagdır. Kemen kul anlatmak zorundasın. Zorundasın. Ente fi icbari fi icbari teşrah ila el polis. Tayyip. Bas hayk la abnagdır. Kul mecburiyetindesin. سؤال بعدهم aldı aşağıdaki leri ler yani cümel neyi mafol bir eşleştirelim لنوصل الجمل اللي في الأسفل bir cumartesi piknik yapmak istedik نحن أردنا أن نعمل نزهة يوم السبت ندور على cümle münasibi cümle münasibi hasta oldum asbahat marid evden dinlenmek zorunda kaldım ana baqayt mujbar fil istiraha tamam fil beyt cümle 2 çocuklar bahçede oynamaya karar verdiler hum a'tu karar ila al-la'b fil hadika al-atfal يعني قرروا يلعبوا في الحديقة شو الجملة المناسبة أما لكن بيردن فجأة يغمر باسترد يعني باسمك وفعل الضغط باستر يعني جعله يضغط مثل نحن بالعامة كبسة المطر وإبدأ أطرمك زرون دقال دولار وبقوا مضطرين في الجلوس في البيت Cümle terti 3. İyileşmek için min ecli teşafi şifa yani edviye hon fiyanna de ilaçlarımı düzenli kullanmam gerekiyor. Yelzem en ana istamil bir şekilde muntazam istamil şu edviydi. 4. Sizinle ma'kum gelmeyi ben de çok istiyorum. Ana uridi ktir aydan l-kudum ma'kum. Şu cümle münasibi ama lakin bir telefon geldi. Ca'a telefon ve ofise gitmek zorunda kaldım. Ve ana baqayt tamam mucbar annu bizzehab ila el mektep. 5. Yarın gaden arkadaşımın doğum günü var. Mevcut yevm milad li sadiqi gaden. Şu cümle münasibi he ona bir hediye almam lazım lazım en ana ahud hediye ileyi 6 sanırım ana alın yarınki sınav imtihan li bukra zor olacak tekun sab konuları baştan sona tekrar etmeliyim ana yecib en ukarrir el mevadi'a من الرأس إلى النهاية 7 سنا يردم أدم أنا لا أستطيع أن أعمل مساعدة إليك جملة مناسبة غ önce kendi işlerimi bitirmem lazım لازم أن أنهي أعمالي الذاتية أولا 8 çok kilolu değilsin. Ente leste zu kilo değil. Yani zu vazın. Cümle münasibi diyet yapmana gerek yok. Ma fi da'i ila amalek himye. 9. Yaz geldi. As-sayf aca. Bu konu sayf aca. Menden devir ala cümle. Artık ba'del an kalın giysiler giymek zorunda değiliz. Nahnu lesna fi jibari yani menne muttarin libes elbise kalın smik. Dalet anna cümle aşra arkadaşımın düğünü için yeni bir elbise almak istedim. Aradet en ahud libas cedid min ecel aras sadiqi ama çok pahalıymış ken galik değil
vazgeçmek zorunda kaldım. Ve bakayet muttar fit teracu. Lahu intaha ders-i zikai. La tensu ila acabil video ve iştirakul kanat. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.